باندو؟ ما قلت لي كيف لقيت أكلات الحلو اللي عملتها؟ بالعادي بتضل عم تنق على شغلي، ليش هالمرة مانو مستوية كتير؟ أنا حاسس لازم تكون حلوة أكتر. يمكن إجيت بوقت مانو مناسب. تفضل رجان، أهلا وسهلا، تفضل تفضل. الحقيقة إجيت لكم احتفال سعيد عليكم. شكرا، وعليك كمان. خليك مرتاح. شكرا يا ابني، تفضل. إيه. كيف صرت هلا؟ شكله تحسن عن أول. إيه صار أحسن. تفضلي خالتي. شو هاد؟ تعرفي اليوم احتفال، لهيك قلت أكيد بيلزمك شوية أغراض. بقى جبتلك حليب وشوية خضرة وحلو مشان الاحتفال. معقول؟ ليش تعذب حالك؟ يا ابني ما كان في داعي تروح تجيب هالأغراض. يسلموا إيديك، بس نحن مو ناقصنا شي، رح جيب لك من الأكلات اللي عاملتها. فهمت. طيب رح رجع معي هاي الأغراض. القصة وما فيها إني بعتبركن مثل أهلي، مع هيك بتعاملوني وكأني غريب. عم بتذكر شغلة من زمان حابب أحكيها لو سمحتوا. وقت كنت صغير بالاحتفال أمي كانت تعمل لنا حلو بالحليب، وبتذكر كانت تعمل لنا فطاير كتير طيبة، ما بنسى طعمتهم. أنا اشتقت لها كتير، ومشان هيك جبت لكم هاي الأغراض معي، لأني بعتبركم أهلي، بس أنا ماني ابنكم، بتفهم هذا الشيء وبعتذر منكم. لا يا ابني، لو سمحت لا تاخد على خاطرك. لما كنت عم تعطيني هالأغراض من شوي ما كنت بعرف شو نيتك. هاتهم، رح أقبلهم منك هالمرة، بس بدي أطلب منك شغلة، يا ريت هالشي ما يتكرر. هاي القصص تقيلة علينا كتير. وأنا رأيي مثله. بس ليش؟ أنا شايف نيها وكيف بتعاملوها، مع إنها جارتكن بس مو أكتر، مع هيك بتعتبروها مثل بنتكن، وأنا كمان بحسكن مثل عيلتي وأعز، ليش بتعاملوني هيك؟ عمي، الناس ما بتلتقي ببعضها بالصدفة، أكيد في شي قصة من ورا هالشي، بس كل يلي طالبوا منكن إنه لا تشوفوني غريب، بدي تعاملوني مثل ابنكن، ابن أخوكن، إيه حدا قريب، وحتى إذا بدكن مثل صهركن.